سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته متابعينا الكرام. أحد مضاعفات الأدوية الكيماوية هي نقصان الصفائح، والعلامات التي تدل على أن لديك نقصان الصفائح هي ظهور النمش في الجسم والكدمات وأيضا النزيف من الأنف أو خروج دم مع البراز، وكذلك الذي يدل لنا 100% أن عندك نقصان الصفائح هو فحص الدم، تحليل للدم يبين كم عدد الصفائح لديك. فإذا كانت ناقصة فما الذي يجب عليك أن تراعيه؟ أولا لا تمارس أنشطة عنيفة، سواء كان عمل سواء كانت تمارين، أي شيء تمارسه تحاول ألا تجرح نفسك. ثانيا لا تستخدم الآلات للحلاقة مثلا التي فيها شفرات، واستبدل عن ذلك بالأدوات الكهربائية. أيضا حاول ألا يحصل لديك إمساك، فذلك خطير جدا جدا خطير لسببين. أولا السبب الأول أن الإمساك يزيد من قوة الضغط داخل الجمجمة أثناء الزحير، وقد يمكن أن تصاب بنزيف داخل الجمجمة بالدماغ. ثانيا قد يتسبب أيضا الإمساك بشرخ لفتحة الشرج أو المستقيم، مما يسبب لك نزيف ولا نستطيع إيقافه إذا كانت الصفائح ناقصة. أيضا تناول أطعمة لينة، لا تتناول أطعمة قاسية مثل المقرمشات وهذه، لا تتناولها، حاول تناول أطعمة لينة وتكون سهلة الهضم. أيضا في حالة نقصان الصفائح تجنب أن تتلقى أي حقن أو إبر بالعضل، فذلك ممنوع جدا. أيضا احذر أن تركب قسطرة بولية أو قسطرة بالأنف اللي هي أنبوبة المعدة، هذه لا تركب إلا بحذر شديد ويكون داخل المستشفى، خوفا من حصول النزيف أو من حصول أي مضاعفات لا سمح الله. هذا ما ننصح به في حالة مواجهة نقصان الصفائح. في الأخير أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.